نادي الزمالك قلقان على الزمالك جدا بامانه يعني جداً. كمصري جداً. يعني انا قلقان على الزمالك لان انا سافلت خماسي لاعب ومدرب فالبلد دي بلد لعب مع الاهلي ومدرب مع المحله فيعني شفتهم متعايشين ازاي في الكوره بيحبوا كره القدم حب غير طبيعي غير طبيعي وبالتالي الفرقه دي كمان ان هي لما تيجي هنا وتتعادل مع الزمالك دي حاجه برضه مش ترتيبهم 14 يا كابتن مختار ترتيبهم 14 غريبه جدا يعني غريب يعني ان هي يعني ايه الروح دي ايه الروح اللي هم برضه عارفين ان هم بيلعبوا الزمالك وده امر مهم جدا أكيد. بس الزمالك كمان لازم يعرف ان احنا فين الزمالك احنا الزمالك ودي فرقه كبيره أكيد. وفرقه بطوله طبعًا. اكيد لما لعبت الزمالك تحس بالكلام دوت تعرف تتعامل كويس قوي في الاجواء اللي هي موجوده دي وده مطلوب صراحه الاحترافيه بتاعت فرقه نادي الزمالك لازم تبان في الجو دوت لان الجو دوت مهم جدا جدا ان احنا نبقى واقفين على رجلينا بشكل كويس قوي ونعرف ان احنا في ظروف صعب قوي ولازم نتعداها ونتعداها بايه؟ بالثبات وبالجدعنه وبالروح اللي احنا لازم نشتغل بيها وهم بيمثلوا نادي كبير اكيد طبعا نادي كبير الفتله اللي فاتت دي كبيره ومؤثره في الشرق الاوسطيه طبعا اكيد الفتله اللي فاتت ديت فتله من الفتلات يعني الوحشه جدا بالنسبه لنادي الزمالك على المستوى الدولي لا احنا محتاجين ان هم فعلا يثبتوا لنا ان احنا فعلا نادي الزمالك ونادي الزمالك قادر ان هو يرجع وهو كسبان بس بالجدعنه وبالروح وبايه باحساسهم ان هم ناس يقدروا يحققوا المطلوب المطلوب يا كابتن نعم المطلوب مطلوب طبعا ان يعني اولا يعني ايه نخاف لكن في الوقت نفسه نبقى يعني واقفين على رجلينا بشكل كويس قوي ده مهم قوي ان احنا يبقى عندنا ثقه في نفسينا ان احنا نعرف هنكسب لان احنا لعبتنا لعيبه كبار واللعيبه الكبار في المواقف الصعبه دي بتبان بقى معادنهم المعدن الاصيل بيبان في المواقف الصعبه وهم في موقف صعب جدا جدا وجمهورهم محتاج ان هو يفرح وده امر يعني لازم يبذلوا يعني في اقصى طاقتهم وده امر يعني ان شاء الله يقدروا يعملوه ويحققوه لان هم لعيبه كويسه وبعدين ايه في حاله كويسه قوي وبعدين ده لسه كسبان النادي الاهلي فده كمان لازم يتعايشوا فيه ويديهم روح ويديهم يعني طاقه ان هم يقدروا مش يكسبوا بقى ده كانوا كسبين النادي الاهلي فسهل جدا ان يكسبوا ادنى من النادي الاهلي بكثير جدا بس هي محتاجه جدعنه ومحتاجه نقدر نقول التاريخ والفوارق ما بين الفريقين بين الزمالك ودريمز الغاني ممكن ان شاء الله يا رب العالمين تبقى في صالح نادي الزمالك ولا المباراه على ارض الواقع ممكن تبقى معطياتها وامورها غير بنقول التاريخ النادي الزمالك تاريخه هايل بس لو احنا مش هنلعب بالتاريخ احنا عايزين نلعب بالوقت الحاضر الوقت الحاضر الفرقه دي فرقه جدعان وجمهم اتعادلوا معانا هنا وطلعوا عنا انا لازم اروح اطلع عينهم هناك بايه؟ بالجدعنه وبالقلب وبالروح وبكل ما اوتيت من قوه ان انا اطلع افضل ما عندي عشان اكسبهم وحضرتك بتتكلم بتقول لاعبا ومدرب لعبت في كوماسي وفي اجواء غريبه واجواء هو كمان المدرب الفني قال عندي طبعاً. هلعب في الاجواء وعلى ارض غير الارض وقصه ثانيه وكتير ممكن هم العوامل تبقى عامل مساعده بالنسبه لهم ولا برضه احنا مش عايزين تبقى مساعده ما هو احنا بادائنا هنقدر نغير الكلام ده كله وهو دوت المفروض ولعيبه النادي الاهلي لعيبه النادي الزمالك لعيبه كبيره يعني وعندهم خبرات كتير قوي وما شاء الله يعني عندهم كفايه شيكابالا وخبرات شيكابالا للاسف اصابه وبقى بره المباراه معقوله بس أسف. معاهم موجود اكيد اكيد برضه يعني معاهم شيكابالا شخصيته اختلفت باختلاف انا زي ما شفتها كده اختلاف هايل جدا 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 كان الاول شخصيته برضه شخصيه شاب يعني منفعله وبتاع دلوقتي ما شاء الله اكتسب خبرات هايله جدا ولازم بقى دخل على الطريق تواجده معاهم في نادي الزمالك تواجده معاهم ان شاء الله هيديهم دفعه هايله جدا يعني بتوجيهات وبكلام واكيد ان هو هيبقى له دور كبير جدا يعني. البدايه تبقى حذره ودفاعيه طبعا لغايه ما اخش شويه شويه وعشان كمان يعني ايه امتص الدفعه اللي هم داخلين بيها لان هم الدفعه كبيره جدا اتعدوا مع نادي الزمالك هنا والنادي الزمالك رايح لهم في ارضهم فهم مندفعين اندفاع قوي جدا الاندفاع دوت خلي بالك انا لازم يعني استغله بشكل كويس ان انا اامن نفسي كويس قوي وهجماتي المرتده تبقى في منتهى الخطوره لان انا عندي لعيبه تقدر تعمل لي الكلام ده
ان شاء الله ان شاء الله زي ما باركنا النهارده النادي الاهلي بادائه الرائع رغم تعثر المباراه في طبعا في البدايات ورغم الهدف اللي اتلغى الحمد لله للنادي الاهلي عاد النادي الاهلي مره اخرى بابنائه بجماهيره العظيمه ورجع وفاز بالمباراه 3-0. نتمنى ايضا ان شاء الله يوم الاحد نقول طبعا يعني الف مبروك لنادي الزمالك والنادي الزمالك يوصل ان شاء الله لنهائي الكونفدراليه ويبقى النادي الاهلي هو بطل دوري الابطال ونادي الزمالك هو بطل الكونفدراليه الافريقيه ويبقى السوبر يا كابتن مختار اختم معايا ده تبقى حاجه هايله تبقى حاجه جميله حاجه هايله جدا جدا واحنا فعلا نتمنى ان شاء الله ان هي تحصل باذن الله. كابتن مختار شرفتني ونورتني دايما. طيب معانا احصائيات مباراه. طب ماشي يعني مواعيد المباراه دريمز الغاني هيلاعب الزمالك يوم الاحد 28 ابريل الساعه 7 مساء. نهضة بركان هيلاعب نادي اتحاد العاصمه الجزائري يوم الاحد 28 ابريل الساعه 10 مساء. والاتحاد الافريقي كان اقر بفوز نهضة بركان المغربي 3-0 في المباراه الاولى نظرا للاختلاف على طباعه خريطه على التيشيرت وحاجه زي كده. كابتن عشتها شوف عشتها ولسه بسيس كره القدم وكره القدم خلاص المفروض صناعه كبيره بعيد عن كل ده. وليه احنا نعمل كده وليه ندخل يعني الشعوب خلي بالك يبقى في عقوبات على الاتحاد الجزائري وعلى الفريق ده كمان يعني ده يعني كابتن مختار شرفتني ونورتني وشك حلو علينا وعلى النادي الاهلي والف مبروك. ايوه الابتسامه الجميله دي شفتك في الاوضه غير كده خالص الحمد لله كانت مش صعبه يعني نورتني.